من فترة قريبة المركز القومي للبحوث أطلق مبادرة بديل المستورد. المبادرة دي بتقدم حلول تكنولوجية عشان تعمق التصنيع الوطني في بلدنا وترتقي بتنافسية الصناعة المصرية واحتلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين. خلينا نتابع تفاصيل عن المبادرة وإيه اللي وصلت له كمان من نتائج. بنرحب معانا عبر زوم بالدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي، أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد الصناعات الصيدليه والدوائيه ومنسق مبادره بديل المستورد. اهلا يا دكتوره، صباح الخير عليكي. يا صباح النور واهلا بيكم. اهلا وسهلا دكتوره. دكتوره، مبادره أهلاً. بديل المستورد اللي قدمناها من خلال حلول تكنولوجيه حقيقيه لغايه دلوقتي، وصلت لغايه فين والناس بتتعامل معاها ازاي، او بالفعل المستخدمين ابتدوا يتعاملوا معاها ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مرحب بيكم وبشكر لحضراتكم الدور اللي انتوا بتقوموا بيه كإعلام، بتعملوا حلقة ربط ما بين المركز القومي للبحوث اللي هو جهة بحثية والناس، وفي نفس اللي هي تعرف يعني منتجات البلد ايه او منتجات المركز ايه، وفي نفس الوقت الضلع الثالث اللي احنا محتاجينه جدا معانا علشان تنجح هذه المبادرة، رجال الصناعة والاستثمار. المبادرة الحقيقة ابتدت بتجميع المنتجات القابلة للتطبيق، وده عبارة عن مخرجات بحثية بيقيم من خلالها الباحث في المركز القومي للبحوث، وتبقى نتيجة أبحاث مشتركة أو مشاريع بحثية. مفيش عندنا معهد من المعاهد، احنا 14 معهد بحثي الا ما له مخرجات بحثيه، في منها قابله للتطبيق وفي منها ابحاث الى الان يعني تحت العمل او لسه في دور التكوين النهائي. بالتالي لما تم يعني بناء على توجهات استراتيجيه الدوله واستراتيجيه البحث العلمي، كانت الإدارة مهتمة جدا بتجميع هذه المنتجات القابلة للتطبيق في كتاب، بحيث إن إحنا نبتدي نعرض من الكتاب ده على وزارة الصناعة وعلى مكتب تحديث مركز تحديث الصناعات، وبرضه يبقى في متناول في إن إحنا بندخل بيه معارض أو بنسافر بيه من يعني نعرض على المصنعين أو رجال الأعمال إيه هي المنتجات. في طبعا عندنا منتجات تم تسويقها من قبل، وفي عندنا منتجات جاري تسويقها، في بعض المنتجات ما ينفعش تتسوق عن طريق رجال الصناعة. ممكن حضرتك بس تقول لنا امثله كده، يعني ايه هي المنتجات اللي اشتغلتوا عليها بالفعل وتم تسويقها، وايه المنتجات اللي انتوا يعني هتشتغلوا عليها الوقت اللي جاي ان شاء الله؟ تمام. بالنسبه للمنتجات يعني خلينا نبدا وندي مثال بالمنتجات. معهد النسيج في بعض الأقمشة تم تسويقها بالفعل، أقمشة بتبقى معالجة بشكل معين بحيث أنها بتبقى مضادة للميكروبات، ودي بتبقى استخدامها في غرف العمليات وفي بلاطي الدكاترة والممرضين. المنتج نفسه بيبقى ما بينقلش الميكروبات وغير قابل لنمو الميكروبات عليه، فده أحد المنتجات. في بعض الكيماويات برضو، ده أمثلة للمعهد الصناعات الكيميائية. في برضو بعض الدهانات اللي يعني مصنعة بخامات مصرية، دي برضو تم تسويقها وكانت منافسة للمنتج العالمي. في بعض المنتجات الزراعية الحقيقة اللي هي دايما المنتجات الزراعية بتبقى فيها شق مهتم بالإنتاج وزيادة الإنتاج وزراعة سلالات مش موجودة في مصر وهكذا، وفي حاجة تانية بتبقى يعني مبيدات اللي هي بتبقى بتضاد أي فطريات أو أي عفن أو أي حاجة في النباتات. طيب المستخدم يا دكتورة بيختار على أساس إيه؟ بيختار على أساس السعر فقط ولا بيختار على أساس الجودة اللي بتتقدم له؟ أكيد المحلي هيكون أرخص بكتير من تكلفة المستورد، ولكن الجودة بنفسها ولا يعني نقدر نقول إن إحنا تميزنا في الجودة؟ طيب عشان هو أولا سؤالك جميل وفي محله،
كلمة المستخدم بالنسبة لنا إحنا مش جهة بنتصل مع المستخدم نفسه، إحنا جهة بنعرض هذه المنتجات أمام رجال الصناعة. أنا ما ينفعش حد يجي في المركز ويقول لي أنا عايز المنتج ده، لأن أنا ما عنديش اللاين بتاع الصناعة، أنا بعمل لغاية من المستوى المعملي إلى المستوى الصناعي، نصف صناعي، لكن خطوط إنتاج لازم يبقى فيه الوسيط اللي هو المصنع. فحتة يعني المستخدم بس أنا حبيت أوضحها. طبعا لما باجي حضرتك بتقولي في منتج مصري او محلي وفي منتج مستورد، والنقطة المهمة جدا ان طبعا حاليا الاستيراد مفيش باب الا ما تأثر بالاستيراد، فسواء الخامات او المدخلات او كده، وتوفير العملة الصعبة اصبح من الحاجات الصعبة يعني حاليا. وعلشان كده اشتغلنا في الفترة اللي فاتت على المنتجات المصرية والطبيعة اللي موجودة اللي قدمتوها يا دكتورة هبة. كل الشكر لحضرتك الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي، أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية ومنصة مبادرة بديل المستورد. كل الشكر لحضرتك.